Thank you.
زياد اعتقد زياد اكتشاف زياد اكتشاف علمي لاول مره اكتشف هذا العلم العجيب والعظيم في نفس الوقت وليكن في علمي ان هذا الزياد عزيزه جدا علي لانني لاول مره في حياتي اخرج من خارج من بلدي وازور فيها هذا البلد العربي traditionnelle chinoise. Je vous remercie tous.
甚至从比如说节约这个灯光、节约电，以及生活的作息习惯，这一些他们都学到了很多，从中国这边学到很多宝贵的知识以及经验，所以他会继续努力去维持这种已经学到的这种宝贵的知识继续传承下去。بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أشكركم أنتم بالدرجة الأولى أصدقائي إخواني أخواتي الذين وضعوا ثقتهم الكاملة في مركز ملاك الذي أترأسه وأتشرف بكم كثيرا لأنني رأيت طلبة وطالبة العلم بصدق. كانت رحلة لا أقول فقط أنها رحلة لس أنا لا أصور فيلما يا أخي ترجم له نعم لا تحرجني أنا لا أصور فيلما أنا أقول كلمة فقط صغيرة أختنا قلبي لدوري دوري أقول أشكركم كثيرا أشكر كل الإخوان العرب الموجودين هنا كذلك والله يصدقوني هذا الفوج الثاني الذي أتى بعد الفوج الأول في شهر ديسمبر وجانفيير أثبتتم بصدق حبكم للعلم والله يصدقوني يعني كانت عندكم واحدة غيرة كبيرة كبيرة على العلم وغيرة كبيرة على طلبه أطلب العلم ولو بالصين يعني حكمة نعتز بها أشكر الدكتور مين أشكر كل طاقم يعني الطبي والإداري الذين صبروا علينا أشكر المترجمين أشكر حتى كاتي كامي ابننا رشاد نعمة يعني نعمة صدقوني يعني شباب ما شاء الله شباب يعني أعطونا درسا كبيرا كبيرا في التواضع في الصبر في العمل في المثابرة في العلم العام ممكن أن تترجم هذا بعدين 他非常感谢，除了我们院长之外呢，以及这边所有大大小小的员工，包括管理人员，还有班艺，还有随比如说司机这些，他都非常感谢。以及虽然这边分为两组，一组和二组，虽然他们一组是专业，一组是非专业，但是他们都学得尽心尽力，每天晚上熬得比较晚，所以他们他对他们在这边的这种求知的精神，他是非常肯定的。 ولتمعنا الدكتور مينغ أكثر وزملاء الأطباء رأينا أن نهدي له مصحفا وهذا لا نهدي إلا العزيز علينا ونتمنى احترام هذا المصحف أنتم ترونه أنه مغلف بالقماش وبالجلد أشكر الأخت منال على تغليفه لأنه لا يمسه إلا المظاهرون ونتمنى أن غسل اليدين قبل لبسه للتبرك به هذا المصحف إنه بالعربية وبالصينية مصحف اقتنيناه من الجزائر وهو هدية من طرف الطالبة أو نقول طالبة المستشفى وهيبة عطية أهدتك هذا المصحف وما على الوصول إلا البلاغ هذه أمانة أوصلك إلى الدكتور مجد لا أستطيع أن أسلمها له الآن ولكن فيما بعد يمكن أن أنقضها بعد أن تكون هناك مقاصد في نفس المصحف 他说，其实他来到这边之后，发现中医的很多理念，跟《古兰经》里面阐释的一些观念是相通的，所以呢，他今天他想把这本
对，古兰经就带有，也许跟中医带有一些相同点，这本古兰经来送，郑重的把它送给林院长。Thank you. I will study Arabic very soon. In Chinese. Ah, Chinese. Yeah. Ah. In Chinese. Oh, very good. Arabic and in Chinese. Okay. And you can. Thank you. Good. Okay. Gracias.